أهلا بكم إلى القلم الرياضي. يكتب حيدر مدلول في المدى الرياضي: أداء الأسود أمام هونغ كونغ يصعب رحلتهم صوب المونديال. ويرى مدلول أن قلقا كبيرا يسود الشارع الرياضي العراقي بعد الفوز الباهت الذي حققه على ضيفه منتخب هونغ كونغ لكرة القدم بهدفين دون رد. الأمر الذي ترك الحيرة لدى النقاد والمحللين والمتابعين لشؤون الكرة العراقية من تمسك كاتانيتش بأسلوب عقيم في الاعتماد على المهاجم مهند علي وحيدا في خط الهجوم، وتعمده ركن القائد على عبد الزهرة هداف دوري الكرة الممتاز على دكة الاحتياط. وفي الصباح الجديد الرياضي يكتب سمير خليل: فرحة وحسرة في ملعب البصرة. يقول خليل: في مباراة رتيبة وأداء باهت حقق منتخبنا الوطني فوزه الأول الذي تحقق بأداء لا يرضي طموح الجماهير العريضة التي تواكب المنتخب بمحبة وانتماء عراقي صميم. وبرغم هذا الفوز المهم فإن المباراة والطريقة التي لعب بها منتخبنا خلالها لم تقنعنا وتخفف مخاوفنا من تكرار هذا الأمر، خصوصا وأن الصعوبات تتوالد مع تقدمنا في مراحل هذه التصفيات، وكنا نتوقع أن يلعب منتخبنا بأداء أقوى. ويكتب محمد حمدي في المدى الرياضي: الوطني فسحة للأمل. ويقول: في خضم أحداث كثيرة رياضية وغير رياضية لا تسر، يبقى للرياضة ولكرة القدم تحديدا مفعول السحر لإضافة بصمة من الأمل قد نعدها فترة لالتقاط الأنفاس وإعادة برمجة الروح والعقل والتفكر لمن يقدم العراق أولا بثقله الكبير. وعموما أعتقد أن مدرب منتخبنا الوطني كاتانيتش يدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى أنه أمام اختباره الأهم والأصعب الذي لا يحتمل أي تبريرات. ويتساءل ممتاز توماس في المدى الرياضي: من يسرق انتصار الرياضي؟ يقول توماس: تبقى المشكلة الأزلية التي تعاني منها كرتنا في جميع البطولات هي عدم توفر مقومات النجاح لطاقم التدريب واللاعبين، فضلا عن الضغوط المسلطة عليهم. فكثرة الضغوطات وتكرارها والروتين القاتل بالتعامل مع فرقنا واستعدادها للبطولات والمنافسات دائما ما تمر بمنعطفات ومنغصات لا يستطيع الإنسان ذو المعدن الأصيل والوطني تحملها، وتؤدي إلى فضح المستور والمخفي.